لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات، ومنها أي من الأسماء الدالة على التدبير المنان. ورد هذا الاسم في أحاديث صحيحة، كما ورد الفعل في القرآن. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الأنصار: لله ولرسوله المن والفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمعه يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجب. فاسم المنان ثابت، وورد في أحاديث ضعيفة في من يقول: يا حنان يا منان، فيخرجه الله عز وجل من النار، لكنه ليس بمرفوع، ليس بحديث صحيح مرفوع. وأما ما ذكرنا من الحديث الصحيح يدل على ثبوت هذا الاسم الكريم، وهو من المن وهو العطاء مع التفضل. وقد نهى الله العباد أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كأن يذكره كل حين بأنه قد أعطاه، ويؤذيه بالاحتقار والازدراء والتنقيص. وأما ربنا سبحانه وتعالى فله الحمد، ومنه على عباده مما يتشرفون به ويتنعمون به، لأنه سبحانه وتعالى هو الرب الإله. فإذا من على عبده بمنة ونعمة وتفضل عليه وذكره بها، فلعظم حقه عز وجل عليه، ولأن العبد ينبغي ألا يذل إلا لله، والله وحده الذي يمن على عباده فيلزم منهم أن يخضعوا له. وأما من العباد بعضهم على بعض فمذموم من جهة أن المان والمنان يرى لنفسه نعمة على غيره، والواجب على المسلم أن يرى أنه إنما يوصل نعمة الله على العباد، وأنه مجرد سبب، لا يرى لنفسه الفضل فيحبط عمله بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم من يمن: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمن لا يلز من العباد، كما لا يلز لهم الكبرياء، فالكبر صفة مذمومة لأنه صفة الله عز وجل اللازمة له. فالكبرياء فالعز إزاره والكبرياء رداؤه،
فمن نازعه فيهما ألقاه في النار ولا يبالي. فكذلك المن، فهذه صفته وحده، وكل النعم منه عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. وكلها وهبها الله للعباد دون استحقاق منهم قبل أن يعملوا، فهم لم يستحقوا شيئا لا بعملهم ولا بعلمهم، وقد أعطاهم الله عز وجل كل المنن، وهو الذي يمتن عليهم بهذا العطاء، فوجب عليهم أن يخضعوا له وأن يشهدوا فضله وأن يقروا له بالعبودية. قال الحليمي: وهو العظيم الموهب، عظيم الموهب، يهب كثيرا، عظيم، يهب الهبات العظيمة. قال: فإنه أعطى الحياة والعقل والمنطق، وصور فأحسن الصور، وأنعم فأجزل، وأسنى النعم. هي وأسدى هي برضو وأسنى النعم، من النعم العالية يعني، وأكثر العطايا والمنح. قال: وقوله الحق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكان ينبغي أن يذكر في المنة ما ذكره الله فيها أولا من المنة بالدين، المنان الذي من علينا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وعلمنا كيف تتزكى نفوسنا، وكل هذا أعظم منا قبل أن تكون نعمة الحياة مثلا. لأن حياة البدن لو ولدت دون حياة القلب ودون منة الله بالإيمان ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها تنقلب عذاب الأبد، نعوذ بالله من ذلك. إن أعظم نعمة من الله بها على عبد أن يوفقه للإيمان والإسلام، فهذا المن والفضل له سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكر، فالحياة نعمة وحياة القلب أعظم، والعقل نعمة وفهم القلب أعظم، والنطق نعمة ونطق اللسان بذكر الله أعظم، وكذا بطاعته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والناس قد لا يشكرون نعمة الله بالنطق، ويستعملون هذه النعم في السب واللعن، والنطق بالكفر والعياذ بالله، والطعن في الدين. فكل هذه النعم إنما تتم بها النعمة بأن تكون في طاعة الله، بأن يستعمل هذه النعم في مرضاته. فكذا السمع والبصر، فهي والله منن لم نعمل شيئا حتى نستحقها، بل وهبت إلينا وأوهبت لنا ونحن في بطون أمهاتنا، ليس لنا عمل ولا قول ولا فهم ولا إدراك. سبحان الله، له الحمد والمن سبحانه وتعالى. قال: وصور فأحسن الصور، جعل شكل الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان وهو في مراحل الجنين الأولى شكله صعب جدا، في السقط اللي بينزل حفظ في بعض يعني المحاليل ونحو ذلك لينظر الناس، مناظر عجيبة والله العظيم. ودول كان ممكن يبقوا ايه؟ يبقوا بشر لو أراد الله أن تتم الخلقة. ومنظر الإنسان يعني فظيع جدا،
الأجزاء المتفرقة قبل أن تجتمع في هذه الصورة الحسنة الجميلة، يعني فعلا منظر لا يحتمله الإنسان. فالله عز وجل صور الإنسان في أحسن تقويم، في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى، ركبنا في صورة حسنة وأنعم فأجزل وأسنى النعم، يعني أعطانا أعلى النعم وأفضلها وأوسعها سبحانه وتعالى. الأهل نعمة، والولد نعمة، والمال نعمة، والكسب نعمة، والحركة نعمة، شيء فوق تصور الإنسان أن يحيط به كل سنتي. عايز أقول لك، لا، كل ملي سليم في جسمك فهو نعمة، والله العظيم. وإلا ممكن يطلع لك فيه دمر صغير في الملي ده ويخلي صبعك يوجعك ما تعرفش تعمل حاجة، ولو العظمة بتاعته اتكسرت ولا اتشرخت شرخ يعني صغير جدا هيفضل يوجعك ما تعرفش تستعمل ايدك، ولازم يتجبس ونحو ذلك. وانت شايف قدامك جسمك في كل خلية من خلاياه ماشية مظبوط، فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. كل يعني عضو من الأعضاء يؤدي وظيفته منة من الله المنان سبحانه وتعالى. احنا ماشيين كده على أدق من الشعرة بنعم الله عز وجل. الموازين بتاعة جسم الإنسان يعني في هي أدق شيء، وحتى تستمر الحياة لابد أن يكون في الوضع الذي فطر الله العبد عليه، وهو الذي قدر هذه النسب وكل ذلك من المنن التي من الله عز وجل بها على عباده، وأكثرهم لا يرونها ولا يشعرون بها، وربما لم يشعروا إلا إذا أعطاهم الله المال والملك، وربما أكثرهم بعد أن يعطيهم الله المال والملك لا يشهدون نعمة الله ولا منته. قال وقوله الحق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الذي يخرج هذه النباتات من الأرض؟ البشر بيعملوا ايه؟ بيحطوا البذرة ويزرعوها ويقعدوا يحطوا المواد السماد ونحو ذلك، بس ما يعرفوش يطلعوها من الأرض، ليس بأيديهم ولا في قدرتهم ولا يملكون إخراجها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. الزرع باظ السنة دي، أي حاجة سنة من السنوات تلاقي ده باظ أو ده باظ أو 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 احترق من شدة البرد، درجة الحرارة اللي في المستويات المعتادة سبب لنمو الزراعات الطبيعية على طبيعتها. لو الحرارة دي زادت قوي أو نقصت قوي تحترق الزراعات دي. فالله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعمة، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، المية اللي جاية من لغات عندنا من أدغال أفريقيا ومن وسط أفريقيا ومن شرقها من النيل الأبيض والنيل الأزرق، والروافد الكتيرة اللي بتصب وكلها نازلة من السماء ونحن لا نملكها وله الحمد عز وجل. نهر بقاله مئات الألوف من السنين يجري في هذه الأرض ويسير. العجيب كده تبص تلاقي صخور نهر النيل دي في من منابعه صخور جرانيتية صلبة لا تنفذ الماء، لأنه
تلاقي التربه اللي حوالين المساحات دي تربه بايره، ما لا تمر فيها، لا يمر فيها الماء ولا ينبت فيها الزرع. تلاقي اسوان كده حته ما تنفعش للزرع، وبعد كده من اول نصها مثلا كده او تلتها بدات الايه التربه تتغير، وكان هذا هو الذي ايه يعني جعل له مجرى جرانيتي لا ينفذ الماء تقريبا لغايه ما تيجي لغايه من الارض دي، فتبدا تتسرب التربه الماء في التربه فتصبح الارض صالحه للزراعه. سبحان الله، ايه من ايات الله عز وجل. والانحدار كذلك، الانحدار الجامد اللي في الجبال يمنع ان الناس تنتفع بالايه بزراعه الـ الارض اللي حوالين مجرى النهر. وكذلك الانهار الاخرى، سخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. نعمه بننسى نشكرها كل يوم الصبح وباخر النهار، نعمه الليل والنهار ونعمه الشمس والقمر، ان احنا بتتناوب علينا، يتناوب علينا الليل لنسكن فيه وهو لباس لنا. وسبحان الله جسم الانسان خلق يهدأ في اخر النهار، غدد تقلل افرازاتها وغدد تانية تفرز افرازات تساعد على النوم والراحة، وفي اول النهار تبقى الغدد دي بتفرز افرازات اكتر. سبحان الله، يعني هرمون بيسموه هرمون النشاط اللي هو الهرمون كورتيزون في الجسم، الساعة 9 الصبح الطبيعي بتاعه ضعف اللي بيكون الساعة 9 بالليل او 8 بالليل. سبحان الله، علشان الانسان يسكن، ولو فضل عالي على طول الانسان يفضل صاحي كده، مش لو الادرينالين ده فضل مستوياته عالية على طول ما نعرفش ننام. سبحان الله، هي كلها موجودة جوه جسمنا متظبطة واحنا نايمين واحنا صاحيين ولا احنا في دماغنا، وهي نعم عظيمة جدا. الشمس دي ان الانسان يشوف الشمس طالعة ويعرف الليل من النهار من نعم الله العظيمة، يعرفها اللي اتحبس في مكان مظلم يقوم ما يشوفش ولا ليل ولا نهار. من زمان والناس بيعملوا في بعض كده، يعني نسأل الله العافية. اخ بره بعد ما يعني طلع في الشمس كده فبيقول لي اول مرة اشوفها من 80 يوم. الشيخ شريف الهواري فضل محبوس 80 يوم في مكان مظلم، فنعمة كبيرة والله العظيم الشمس والقمر. فضلا بقى ان الحياة كلها مش هتمشي دون الليل والنهار والشمس والقمر. يعني الشمس بس دي مش الطاقة اللي ملايين الملايين الملايين او مليارات المليارات في الثانية الواحدة التي تصل الى الكرة الارضية، واللي فيها الطاقة اللي بتتحول النباتات، تحولها النباتات الى مادة غذائية مع المواد التي تؤخذ من الارض. سبحان الله، شيء فوق طاقة الانسان ان هو يستوعب نعم الله. سخر لكم الليل الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكر كده في حاجات انت دعيت ربنا بيها وربنا اعطاها اياك. يا ما دعيت ربنا ان انا انجح في الامتحان ونجحت، وفي بعض الناس لم تستجب دعوتهم مدخرة لهم عند الله لو فقهوا ذلك. وانواع من العافية بالليل والنهار، تسأل ربنا وانت عيان، يا رب اشفيني، يا رب عافيني، وبعدين تشفى وتتم النعمة. هل تشعر بهذه المنن كلها؟ وهذا الأثر لاسمه المنان، وعجزك عن إحصاء النعم وشكرها، يقبل الله عز وجل به من العبد ويقبله شاكرا، كما في الأثر الإسرائيلي أن داود قال يا رب كيف أشكرك ونعمة وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. ولو شكرت على الشكر يبقى ايه هذه ايضا ايه
نعمة فهتبقى. فقال يا داود الآن شكرتني، يعني لما أعرف أن أنا مش هقدر، أني لا أحصي، مش أن كده كويس بقى وأنا هعمل إيه أكتر من كده وأنا غيري وحش خالص، كنت هتمنى على ربنا يمنون عليك أن أسلموا. هم إسلامهم مش مظبوط، اللي هم إسلامهم وإيمانهم حقيقي شايفين المنة لله وبيقولوا رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، أكمل الأمة إيمان. والأعراب اللي إيمانهم مدخول وناقص ومش نافع وعندهم خصال نفاق، أسلمنا ولم نقاتلك، غيرنا قاتلك، فربنا قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، أي إلا من آمن. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. قال أبو سليمان ولا من العطاء لمن لا يستتيبه. أنا العبارة صعبة علي يعني، وربما يقول ها والمن بالعطاء، عندك متشكلة كده والمن العطاء من لا يستتيب. انت جبتها منين دي؟ هي مش مكتوب بس هو والمن العطاء لمن لا يستتيبه. ماشي، انا عندي يستبيه وهي مش صحيحة طبعا. يعني اظنه الذي لا يطلب ان يتوب الى الله عز وجل. ها يستفيبه. طيب كده بقى بعد المجهود الكبير من النسخ اللي عندكم نوصل للايه للاقرب يعني. والمن العطاء لمن لا يستثيبه، يعني لا يستطيع ان يعطيه مقابل، لا يستثيب، لا يطلب الله منه جزاء وثوابا على منته. يعني انت والبشر عموما بيعطوا عشان يخدم، ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، لا بل اذا اعطيت فلا تنتظر ان يعطيك احد اكثر او ان تستكثر من عطائك على الناس، والله عز وجل لا يريد من احد ثوابا، اذا من عليه فانه يمن عليه بفضله دون مقابل سبحانه وتعالى. قلت وقد رويناه في رواية عبد العزيز بن حسين ذكرها في البداية، وفي حديث أنس بن مالك الذي ذكرناه في أول الكلام في الدعاء، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.